رجع الحارس وبعدين الشوت. هذا اللي انا شفته بعين امس. شوف الروس يقول ابو يزيد طلع لهم ريش من بعد مباراة امس. من امس هم يحتفلون في كل مكان، في الشوارع، في الساحات، في المقاهي، في المطاعم. ها هم مصدقين انهم فازوا بالشكل هذا، انا كانوا متوقعين. وفعلا المنتخب السعودي ترى لو ظهر بمستوى امام المانيا ما خسر الذي، لكن دائما المباراة الودية غير الرسمية. مباراه رسميه فيها حضور مهيب، فيها خبره، فيها تجربه، فيها شخصيه لاعب. طيب ما يفترض انهم كانوا مجهزين لهذا الحدث؟ هم التجهيز. انت احنا لنا شهور رحنا نتكلم يا جماعه الخير، ترى انتم راح تلعبون امام 2 مليار مشاهد بيتابعوكم امام انظار العالم. بندر كلامك صحيح، لكن التجهيز ترى مو محاضره تلقى. التجهيز هو اجواء مؤد ذهني. طيب ما يفيد اخصائي ذهني. التجهيز هو اجواء محيطه. احنا شوف الان مباراه المانيا وش قدمنا، ممتاز. ليش؟ كنا قبلها بأسبوعين ثلاثة العالم كلها متخوفة من هزيمة تاريخية. صحيح. وبالتالي هذه هي الأجواء المحفزة للاعب واللي تخلي دائما يدخل المباراة خايف. هذه صارت هي أجواء المنتخب الروسي، هم كانوا خايفين منه. وبالفعل كل لاعب أدى 200% من مستوى المعتاد. لا بس عرف الأرجنتين، قصدي روسيا، عرفت كيف تتعامل. عرف أداء المنتخب السعودي بشكل ممتاز. عارفين أكيد، أنا متأكد إنه